مكتب الجماعة منذ توليه مهام تدبير شؤون الجماعة أعطى أهمية قصوى لظاهرة الكلاب الضالة. كما كتعرفوا الظاهرة كانت من جميع المدن المغربية بدون استثناء. للتصدي للظاهرة الجماعة أقنعت جميع الجامعات المجاورة اللي منها جامعات دراركاين، زكان، تشيرة، أورير، تغزوت، القليعة للمساهمة في بناء مرجع جماعاتي. الهدف من هذا البناء هو التصدي للظاهرة عن طريق تعقيم الكلاب اللي غتساهم في الأفق من تحديد تكاثر هذه الكلاب، لأنه ما عندناش لا سبيل إلا من التصدي للظاهرة من خلال تعقيم الكلاب ومن بعد تسريعها على مستوى المدينة، ولكن في أفق سنتين ثلاث سنوات راه الأعداد اللي كتجول في المدينة غينقص بشكل كبير وغينقص من المشاكل اللي كتعاني منها الساكنة. هنا في مساحة ديال 4.6 هكتار ونص تقريبا، هيكون فيه دي لوجمون بوليشيان ميغالمون بوليشيان 1000 لوجمون بوليشيان اي 500 بوليشيان. بالنسبة للقطط كما قلت هذا الايواء مؤقت فقط. احنا الهدف ديالنا ماشي نجمعوا الكلاب ونسكنهم هنا بطريقه منتظمه، وانما الهدف هو ملي كتاخذ كلب كتعقمه كتبوكلي كديك لا بوكل باش تبان بانه راه استفاد من ديك العمليه، وكنطلقوا في المدينه على اساس في السنوات المقبله الظاهره راه غتنقص ان شاء الله بشكل كبير، لانه الاصل المشكل هو في التكاثر اللي هو با ميتريزي بيان، التكاثر اللي ما يمكنش نقضيو عليه الا بالتعقيم ديال الكلاب. والاجماليه ديال الملجا وفيه 26 مليون ديال الدرهم، فيه مساهمه ديال جامعه اكادير، مساهمه ديال وزاره الداخليه، مساهمه ديال وزاره الفلاحه، ومساهمه جميع الجامعات المجاوره للجامعه. ديالي كما كتلاحظوا الاشغال تقريبا اليوم في حدود 55% اللي وصلت الاشغال، على اساس انه في 5 شهور المقبله غيكون هذه كل الملجا ربما صالح للاستعمال وغيساهم ربما في القضاء على الظاهره. كنذكر فقط بان هذه الظاهره ديال الكلاب الضاله مرتبطة بشكل وطيد بطريقة تدبير النفايات، بأنه الكلاب تتجه مثلا الأحياء اللي فيهم ربما القوت اليومي عن طريق البركاسات اللي الأزبال اللي كتخرج الساكنة. ومن هذا المنبر كنأكد للساكنة بأنه يساهموا معنا بشكل إيجابي في طريقة تدبير النفايات. اللي عنده شي حاجه في الدار تيخليها حتى اللي ربما يخرجها ويلها في البركاسه، يقول في امل اللي هو غير قريب اللي هو بعيد على الكلاب. سينو راه الظاهره غتبقى دائما، ولكن احنا الدور ديالنا من خلال هذا الملجا اللي هو ايواء مؤقت، تنكد على ايواء مؤقت للكلاب، الهدف منه بالدرجه الاولى هو تعقيم هذه الكلاب من بعد لي غولاشي دون لا فيل، على اساس الافق سنتين وثلاث سنوات هالأعداد اللي كنشوفوا في المدينة غتنقص بشكل كبير إن شاء الله. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.